اليوم زي ما وعدتكم ان ننزل هاي الكاميرا جربتها في الشارع، اليوم راح نجربها ان شاء الله في الشارع. انا مع مجموعه مصورين حياه الشارع في الرياض وسط المدينه في حي الديره في عدسه 551.8. هذه العدسه انا مستعيد من صديقي ماهر نجم، وراح نقارن هذه العدسه السوني، هذه نيتف سوني مع ان اف تي 50 كانون 50 ملم 1.8 مع السيجما ادابتر ام سي 11. من اهم الاشياء في تصوير حياه الشارع انه انت تحاول انك تصور والناس ما تشوفك، لكن بنفس الوقت ما تكون تتلصص على الناس، عادي ورجيهم انه انت بتصور، ما في اي مشكله، لانه فعليا ما في قانون بيمنع انه انت تصور. من ناحيه انه احنا بنخاف من جوا، الخوف موجود، تتغلب على هذا الخوف وتنزل تصور وتجرب، ما حدش حياكلك. عادي صوت المكيف هذا اكيد طلع معاكم هون، وبما ان الان راح نبدا ان شاء الله نصور فلازم نحول على الجو برو مود. احنا الوساح السلام عليكم. الآن شفتوا كيف صورنا، كنا مستخدمين عدسة سوني 55 ملم 1.8. الآن راح أحول 50 ملي مع الأدابتر سيجما ونجربه. شوف كيف سرعة الفوكس تبعها، عم بتفوكس على بعيد مش عم بتفوكس على القريب. بس ما بس كيف الحال؟ كيف الحال؟ بدي أباشر. لا واحد 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 واحد. لا واحد واحد على الصورة شوي. هيك بتكون انتهت جولتنا وخلصت. الان راح نروح على الاستوديو عشان نشوف النتائج ونقعد ندردش مع بعض شوي. نشوفكم في الاستوديو هناك. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، لكن انا الان مش موجود في الاستوديو، انا موجود الان في المطار لاني مسافر، بس حبيت اني اسجل لكم هذا الفيديو قبل ما اسافر ان شاء الله. زي ما شفتوا النتائج كانت الفيديو جميله جدا، كان في صور على بعض النقاط في الانونسمنت، هذه مش راح تخلص، بدنا نتحمل موضوع الانونسمنت هذا مع بعض. لازم نتفق على موضوع انه مش كل مره النتائج راح تكون نتائج ايجابيه او اشياء حلوه زي اللي احنا متعودين عليها. ثاني نقطه من الاشياء اللي انا شفتها انه لازم ننتبه على الاعدادات اكثر، خصوصا اذا كنا بنستخدم ابتشر برايوريتي مود
المفروض ان ننتبه اكثر على الشتر سبيد كمان ونركز فيها عشان بعض الصور بتطلع مشوشة. من اسلوبي في التصوير اني اكون قريب من الاشخاص اللي بصورهم في الشارع، اكون بنزل معاهم وبكون قريب على الاشخاص، هذا اسلوبي، بحب اني اكون قريب على الاشخاص. لكن عدسة اللي كانت معاي ما ساعدتني كثير، هي عدسة 55. انا متعود اني اصور بعد بؤري 35 تقريبا، من 24 لل 35، فهذا اللي انا متعود عليه. لما كانت العدسة بعد البؤري تبعها 55 ما ساعدني كثير، خصوصا في أسلوب اللي أنا بستخدمه، فكان المفروض أني أجيب عدسة 35، وهذه الخطة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للعدسة 50 نفتي 50 تاعت كانون، عدسة رائعة جدا، أنا بحب هذه العدسة جدا، ممتازة جدا كانت النتائج تبعت هذه العدسة، خصوصا في البورتري، أنا جربتها أكثر شيء في البورتري زي ما شفته في الصور. المشكلة اللي واجهتني في هذه العدسة موضوع الفوكس، الفوكس فيها بطيء كثير، ما بتعمل فوكس زي ال 24-70 أو ال 70-200، بالإضافة لأنه ظروف الإضاءة داخل السوق كانت شوية سيئة، إحنا معتمدين على الإضاءة الموجودة في المكان، إضاءة المكان، واقع تجربتي يعني كبوتوم لاين، خلينا نحط السطر النهائي على الموضوع، هذه الكاميرا هي كاميرا تصوير سفر بنتي. تصوير السفر بيعتمد على انه انت تصور في جميع الظروف، تصور في بسرعه بخفه، وتصور اغلب انواع التصوير، من تصوير اللاندسكيب للشارع للاكل للمنتجات، ممكن تصور اذا بدك تسوق لسفر معين لفندق معين او whatever. هذه الكاميرا هي كاميرا تصوير سفر بامتياز. من اهم الخصائص اللي ساعدتني في الشارع واللي انا متاكد انها راح تساعدني حتى في السفر ان شاء الله، وجود الفايف اكسس ايمج ستابلايزر او اللي هو مانع الاهتزاز المحوري الموجود في الكاميرا نفسها. وهيك بكون وصلت لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله نراكم في فيديو قادم، وما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات تحت. بعتذر على الأصوات اللي ممكن تكون طلعت في هذا الفيديو، أنا بسجل عن طريق الموبايل، وشكرا جزيلا ونراكم قريبا.